حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجنا مودة. بين السفر والأكل والسياحة البنت ما تنسى أناقتها وكشختها، فما بالكم بنت الديرة. رحبوا معنا ضيفتنا الإنفلونسر أفراح الصفي. يا هلا فيك، الله يسلمك. الحمد لله، شكرا للاستضافة. أول شيء بسألك، شنو المحتوى الأساسي اللي أنت دائما تقدمينه؟ معكم أفراح الصفي، بنت كويتية متذوقة للفن، والفن بالنسبة لي يعني يعبر عن وايد أشياء، من المناظر الطبيعية، الفن المعماري، الأصوات، الألوان، الملمس، فيساعدني وألهمني بالرسم. أنا رسامة ومصورة، مصممة أزياء، ولي نظرة بالتنسيقات للأزياء والديكور، فهذا الجانب وايد يهمني. فتلقيني يعني من الطبيعة أو من المناظر الطبيعية فلنفرض أستوحي أمور خاصة بالأزياء، مع أن هما جانبين مختلفين تماماً عن بعض، ولكن مكملين. خلينا نقول سؤال، شلون قدرتي أن أنت تفتحين أكاونتك؟ بالبداية ما كنت حابة أن أنا أفتح أكاونت، ولكن أصرت علي واحدة من صديقاتي، لأن هي عارفة شخصيتي وعارفة أن الحس الفني عندي عالي من ناحية الرسم والسفر والشغلات يعني اللي أنا أحبها الفنية. فبالبداية حتى كنت يعني لما أصور، أو خلينا نقول لين الحين مرات لما أصور أخذ وقت، يعني لابد أن أنا أشوف الصورة مرة ومرتين وثلاث لما أعدل عليها. أوكي. أدقق هل أشوفها مناسبة ولا لا، هل أشوف يعني هل تعبر عني، أو أقدر مثلا أطلع بصورة ثانية، أقدر مثل ما يقولون أوصل رسالة ثانية من خلال اللي أنا قاعدة أعرضه. ف يعني صارت مثل ما يقولون شغلة ولا شغلة. شنو أساس صفحتك؟ يعني أكاونتك شنو أساسه؟ أساس صفحتي مرتبط بوايد أمور أنا شخصيا أحبها أو أشوف أن هي تعبر عني. السفر، الأزياء، اليوميات، الشغلات البسيطة. يعني أنا ممكن والله الصبح، لأن أنا قاعدة يعني مثل ما يقولون تسلسل اليوم، طلعت شربت قهوتي، بعدها رحت الدوام، بعدها والله السماء شحلاتها فيها غيوم. يعني الشغلات هذه سبحان الله تعطي حق المتلقي مرات رسالة هو محتاجها وأنتي ما تدرين، مع أن الشغلات جدا بسيطة. فأحاول كثر ما أقدر أن أنا أشارك الناس، يمكن أنا أقدر أفيد شخص أو أعطي فكرة حق يعني أيا كان. يعني مرات أنا لما أخذ إلهام مو شرط أن هو يكون مثلا من صفحة بنت، مرات يكون والله مثلا كلمة شخص قالها، مرات تكون مثلا مكتوبة حتى، يعني ما قالت الكلمة مكتوبة. فأحاول مثل ما تقولين يعني أعبر عن شخصيتي والشغلات اللي أنا أحبها من ناحية الأزياء ومن ناحية السفر ومن ناحية الفنون اللي موجودة، وأوصل رسالة. يعني أكاونتك عبارة عن آرت ويومياتك أو تجاربك. من كل قدر أغني. يعني من كل شيء. بالضبط. من كل قدر أغني. أوكي. عرفنا شنو أساس صفحتك، بس المحتوى اللي أنت تعتمدينه بحسابك شنو هو؟ يعني اللي راح ألاقي أكثر شيء بحسابك. السفر والملابس أو الأزياء، خلينا نقول. أحب تنسيق الأزياء، أحب التصميم، أحب الألوان. تحسين مرتبطين ببعض؟ جدا. شلون يعني، من أي ناحية؟ الألوان مكملة حق بعض. أوكي. مرات مثلا القطعة باللون الفلاني راح تطلع أحلى من مثلا اللون الثاني. أوكي. على حسب شخصيتك، ممكن أنت من الشخصيات الهادية، فأنت مثلا ما تفضلين الألوان الجريئة، تتوترين لما تلبسينها، وهذا شيء موجود يعني فعلا. صح. فيعكس شخصيتك، فلما يعني أو غالبا خلينا نقول أنا أحب أخلط الألوان مع بعض. فلما أخلط الألوان مع بعض الناس تشوف تقولين أنت شلون خلطتي هاللونين مع بعض، لأن أنا أساسا رسامة، فأنا عندي يعني أعرف الخلط، أن مثلا اللون الفلاني مع اللون الفلاني راح يكون مريح حق العين، راح يكون مغاير حق اللي موجود دائما بالسوق خلينا نقول، أو يعني خلينا نقول بالستايلات مثلا حق الدوامات، حق الطلعة والروحة والردة. فأعطي فكرة من خلال غير ومريح للنوم. يكون إيه، يكون غير ومريح. زين، بما أنك أنت تشاركين بصفحتك وأشياء كذي أحس إنها ملهمة، شنو الأكاونتات أو الحسابات اللي
تحبين تتابعينها أو تلهمك؟ ما في حساب معين، حسابات متنوعة، بس غالبا الأشخاص اللي يكون عندهم مثلا حس فني، مصورين مثلا بالفن المعماري، لأن أغلب الأشخاص لهم توجه. ففي ناس توجهها مثلا بس مناظر طبيعية أو اللاندسكيب، فأحب أن أنا أتابعهم، أشوف نظرتهم، أشوف الزوايا، أشوف الأماكن، لأن مثل ما قلت لك أن أنا يعني هذا بالنسبة لي يعتبر فن ويجذبني جدا، فأحرص أن أتابع ناس الحس الفني عندهم عالي. حتى مثلا المصورين اللي يكونون يعني مهتمين بالفن المعماري، الزوايا، الأماكن، الإضاءة، يعني شيء أساسي بعرض المحتوى. طبعا أكاونتات الأكل أكيد أحب أكون أبديتد، تصوير الأكل أصلا يشوق. يعني حسابات متنوعة، ما عندي مثلا لاين معين. أنا يعني أنت تشوفين محتوى معين مو أشخاص معينة؟ إيه نعم. ويكون اهتماماتهم مقاربة لاهتماماتي، أقدر أستفيد منهم، أقدر أفيدهم إذا أقدر. يعني هذه اهتماماتي بالحسابات اللي أتابعها. في أكاونتات سفر تقدم وايد محتوى، أحس هذا يعني تنافس كبير بالنسبة لك. شنو أكثر شيء تحرصين عليه أن تكونين توب في تقديم أكاونت يعني عن السفر؟ أن التجربة اللي أنا أعرضها بالمحتوى عندي بخصوص السفر يشوفون أن في جوانب مني أنا موجودة. في أكاونتات وايد تصور مثلاً السفر أو تكون متخصصة بالسفر، لكن أنا مثل ما يقولون مو رايحة أسرد، أنا رايحة أعيش إكسبيرينس وتجربة، يعني تجربة خاصة فيني. فلما أنا مثلاً أصور أو أحط أو مثلاً أحط الشغلات اللي عجبتني، هي عجبتني لأنها على ذوقي أنا، لأنك قاعد تنقلين تجربتك، مو رايحة عشان تصورين لك. أيوة صح كلامك، أنقل شيء يعبر عن شخصيتي. أعرض شيء يعجبني أنا بالسفر، يعني ممكن أنا والله شفت مبنى عجبني صورته حطيته، مو كل الناس مهتمة مثلا بهذا الجانب. ولكن شلون أنا أوصله بطريقة في من شخصيتي أنا أو في من نظرتي، خلينا نقول. عندي سؤال، لما تاخذين قرار حق وجهة معينة شنو تعتمدين عليه أكثر؟ الصراحة يعني يكون هبة ولا كذي شفتي مثلا صورته بتروحين، ولا على حسب درجة الحرارة؟ اوكي على حسب درجة الحرارة. الطقس يتحكم فيك؟ ايه جدا، يعني لازم اشوف اول شيء درجة الحرارة مناسبة ولا لا، ما راح اروح مكان حار وايد. ما يكون صعب عليك من يعني لان اغلب الموسم يكون بالصيف، فما يكون صعب عليك تختارين وجهة ما تكون حارة بالصيف؟ في اماكن وجهات بالصيف جدا درجة حرارتها تكون مناسبة تستمتعين فيها، ما تكون مثلا ثلج أو أن تكون وايد باردة لدرجة أن أنت أو عواصف ما تقدرين تطلعين وتروحين وتردين. فسبحان الله على مدار السنة تقدرين تختارين أماكن درجة حرارتها تكون مناسبة. وبعدين لازم أشوف الموسم، موسم الديرة نفسها اللي أنا بروح لها، هل مناسب أن أنا أروح بهذا الوقت اللي أنا بسافر فيه أو لا، أو أحتاج مثلاً أن أنا أأجلها شوية، أخليها أشوف يعني أي وقت يناسبها أكثر، بحيث أن أنا راح أستمتع بهذه السفرة وراح أقدر أكتشف الأماكن اللي أنا أبي أروح لها يعني بأحسن طريقة ممكنة. ما مثل ما يقولون ما يتحكم فيني الجو وايد، يعني أكون مرتاحة. أنت ما همتك الزحمة كثر الجو؟ تهمني الزحمة، بس إنه يعني أحاول صراحة كثر ما أقدر، إذا بسافر بالصيف ما أسافر أماكن مثل ما قلت لك المعتادة، الناس تحب تروح الأماكن الزحمة. أنا إذا نقيت مكان بهذه الفترة أنقي مكان يكون يعني بالشتاء وايد بارد، وبفترة الصيف هذه محتمل. يعني حلو الجو يكون حلو. وجهاتك مو على الهبة؟ لا أبداً، لا أبداً، يعني تلقيني رايحة العكس أصلاً. إنزين، أكثر تجربة سفر استمتعت فيها، يعني مثلاً رحلة مكان زرتي شوي؟ اللي يحضرني حالياً جزيرة موريشيس 2015. اوكي، فجأة قررت ان انا ابي اسافر، يعني ما كنت مخططة، ما اصلا ما كنت ادري ان هي موجودة. شلون دريتي؟ وانا قاعدة اسوي سيرش على الجزر، يعني كنت ادري ان انا ابي اروح جزيرة، بس شنو هي الجزيرة ما ادري.
والسفرة كانت يعني حق والدتي، فيعني كنت أحرص إن مثلاً هي تكون مرتاحة يعني خصوصاً الجزر فيها تنقلات وايد شوي يعني هليكوبتر بالضبط، هليكوبتر أو مثلاً يعني الطرق شوي صعبة. فقلت أبي مكان أقدر أنا أستمتع فيه هي تستمتع فيه، ويكون مكان جديد إحنا مو شايفينه. وأنا أسوي سيرش لما شفت الجزيرة وشفت إن هي جزيرة تعتبر كبيرة، يعني ما تعتبر من مثلاً والله جزر منفصلة عن بعض. هي جزيرة كبيرة وفي لها يعني مثل ما يقولون أكتيفيتيز ونشاطات تسوينها بالجزيرة نفسها، يعني لأنها يعني جزيرة كبيرة فتقدرين. فيعني من التجارب الجميلة جداً اللي أنا إن شاء الله أكررها، وايد 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 استمتعت فيها. شو مختلف عن غير الأماكن الثانية؟ ليش هي مرت عليها حضارات وايد، فهي تلقينها يعني اصلا سكانها ميكس، اللغات اللي يتكلمون فيها ميكس، عندك يعني لها طابع مميز مختلف عن باقي الجزر. يعني لما رحت تفاجأت ان انا استمتعت جدا، مو نفس باقي الجزر اللي مثلا انا زايرتها. عندك شنو الأماكن اللي حابة تزورينها بالمستقبل؟ يعني شنو الدول اللي مخططة تروحين؟ أول واحدة نيويورك. أوكي. ثاني واحدة. يعني ما كنت رحت لها من قبل بتروحي لها؟ إيه. أوكي. جزيرة فارو. وايد مهتمة إن أنا أشوفها. أوكي. عندنا الشمال الإيطالي. الشمال الإيطالي. أشياء أماكن جديدة مر علي. أوكي. راح اخذ منك على الجدول كامل. ادزلك الجدول موجود. يعني هذه اكثر الاماكن اللي انا ودي يعني ازورها، يعني مخططه لهم ان انت تروحين ان شاء الله باذن الله. شنو تحديات السفر غير انك تذهبين جنطتك؟ الجنطه مقدور عليها ان شاء الله. تحديات السفر ان انا استمتع بالسفره بالاماكن اللي انا ابيها بميزانية محددة أنا ما أتعداها، هذا الشيء وايد صعب. هذا شيء صعب لكن مقدور عليه، مقدور عليه، تقدرين تستمتعين على قولتهم. يعني التحديات مقدورة عليها. أي. ولا بد أن أنت يكون عندك بلان بي. سبحان الله. صارت عاصفة، تغير الجو، تأخرت الطيارة، فأنت لا بد أن أنت تكونين حاسبة حسابك. مثلا أنت عندك تنقلات بين بين الدول، سواء بالطيارات بالقطارات أيا كانت الوسيلة. لابد ان انت عندك مثلا بلان بي، صار شيء شلون انا اقدر اروح؟ انزين حجوزاتي شلون عليها؟ انزين يعني لابد في خطه موجوده على جنب. سبحان الله لظرف يعني وايد المسؤوليه السفر. اكيد اكيد، وعشان انت تبين تستمتعين، انت رايحه المكان ما تدرين اذا راح تردي له او لا، صح؟ فلازم تستمتعين يعني كل دقيقه موجوده. تعتقدين السفر يغير تفكير الشخص؟ 100%. انت تكتشفين نفسك بالأماكن اللي أنت تسافرينها وبالتجارب اللي أنت تعيشينها. يعني ممكن لحظة ما كانت على البال، أو خلينا نقول سفرة أنت ما كنت مقتنعة أن أنت تسافرينها. أوكي. لابد أن أنت راح تستفيدين، وراح ينعكس على شخصيتك، على أفكارك، على أمور كثيرة بالنسبة لك، حتى على اختياراتك بالفترة اللي بعدها. يعني في سفرة يعني الكلتشر مالوت الدول تأثر على الشخص أو أكيد راح تتواصلين معهم، راح تشوفين الاختلافات بيننا وبينهم، راح تشوفين إن يعني سبحان الله على اختلاف الشعوب في شغلات مشتركة بالكرة الأرضية كلها. يعني في اهتمامات أو في ستاندرد معين الكل يهتم فيه. فلما تشوفين إن هذا الشيء على الرغم من مثلا اختلاف اللغة، اختلاف الجنسية، اختلاف يعني الاختلافات اللي موجودة بيننا، بس في شغلات ثابتة الكل يهتم فيها. فحلو ان انت تكتشفين هذا كله، وهذا كله ترى راح ينعكس عليك الشخصية. انزين في مرة سافرتي بروحك؟ اي. تختلف التجربة ولا؟ تختلف التجربة، لانها من انا من الشخصيات اللي استمتع لما اكون بروحي، اعرف شلون استمتع. اوكي. فكانت احس تتعلمين اكثر او انه لانك تكونين مركزة. أي. تكونين مركزة انه بس انا شايله مسؤوليتي. يعني اريح يعني؟ مو اريح مختلفه. اوكي. اي مختلفه، يعني السفره مع الصديقات
تونس والسفرة مع الأهل تونس وذكرياتهم حلوة مع الجروبات، يعني تتعرفين على ناس جدد وبروحك تتعرفين على نفسك. راح تكررين أنت تسافرين بروحك؟ إي أنا أحب أسافر بروحي. السفرة بروحك حلوة. قبل أن نكمل المحور الثاني نشوف الجمهور اللي عندهم سؤال. تفضل. السلام عليكم، الله يعطيكم الصحة والعافية. صارت معك مشكلة بالسفر أو تأخرت جنطتك توهقتي؟ لا. أو تحس لا ما صار. زين تحسين، يعني أنت الحين قلتي لنا أن أنا بالسفر يكون عندي بلان A وبلان B. زين نفرض أن أنت رحتي ديرة وهالديرة هذه جنطتك تأخرت مو يوم يومين. أوكي. شو ممكن تصرفين؟ أول شيء راح أشوف الأماكن اللي قريبة مني شنو تقدم. هل مثلاً في محلات وهالشيء مو موجود بوايد دول؟ ولكن يعني أحاول أشوف شنو قريب مني، شنو أقدر أستفيد منه. لابد إنك راح تلقين، خصوصاً لما أنت. أنا عندي بلان بي حق هذه السالفة. أنا دائماً لما أسافر أحط بالكريون أكسترا أوتفيت وأشياء. أكيد هو لازم. فعشان هذا حق البلان بي ده تأخرت. صح. هذا شيء أساسي، لأن بالنهاية يعني هي مو مضمونة سبحان الله، يعني هذا يعني ظرف يصير. ولكن إذا أنت خلص على قولتهم طب الديرة أو أنت متوهقة بالمكان، لابد أن تشوفين حوالين شنو فيه، شنو تقدرين تستفيدين منه. لأن مرات حتى اللي بالكاريون أنت خلاص راح تستخدمين الشغلات اللي مالك تضيع الجنطة. اي وخصوصا ترى حقنا احنا البنات المتحجبات شوي يعني هالشيء صعب. أنت عندك مثلا شغلات معينة تفضلينها، فلابد أن أنت تكونين حاسبة حسابك بالكاريون. خاصة الحجاب، أصلا الحجاب نفسه أنا حاصلة. صح. اي صح. فلابد ان انت تكونين حاسبه حسابك. مشاهدينا نطلع الحين فاصل، راح نرد لكم ونسولف عن السفر. مساء الخير مشاهدين برنامج لموده، ردينا لكم فقره جديده ان شاء الله بنعلمكم فيها شلون ممكن تسوون الشعر القصير ويفي. هذا اكثر سؤال بنساله، او انا شخصيا هم انساله، ان الشعر القصير البنات يعانون شلون ممكن ان يسوون شعرهم ويفي. راح اوريكم طريقتين في الويفي. اذا تبين تسوين شعرك بيتش ويفز شلون ممكن انك تسوينه، واذا تبين تسوين شعرك كله ويفي كنا انت مسشورتها في الصالون همن راح نوريكم. طبعا اذا تبون تسوون البيتش ويفز، البيتش ويفز بسويه على هالسايد ويكون اسهل خلينا نقول شوي واحلى على الشعر القصير عشان ما يصير الشعر اكثر بزود. فبس تحطين الجهاز وتلفين عكس اتجاه وجهك، يعني تسوينه لبرا بهالطريقه وتتركين الخصلة شوية من طرفها ما تلفينها وياك عشان تسوين البيتش ويفز. تخلينها 30 ثانية شوي بس عشان تمسك معاك الخصلة، بعدها راح تبطلين الخصلة بهالطريقة. وخلنا أوريكم لما تيون تبطلون البيتش ويفز شنو المشط اللي تستخدمونه فيه. البيتش ويفز عموما أنا أفضل هالنوع من المشوطة أنكم تبطلون الشعر فيه عشان ما يكش الشعر، بالعكس شوفوا شلون بس يعطينا التويست الخفيفة بدون ما الشعر يكش، وايد حلو حق الشعر القصير. هالسايد بسوي كنا انتوا مسوين شعركم ويفي واستشوار بالصالون، تعرفون الاستشوار اللي يصير كنكم مسوينه ويفي. انا اسويه بالويفي العادي لانه يثبت مده اطول. وتثبتونها نفس الشيء 30 ثانيه وبعدين انا افضل انكم تاخذون اي برش و تمشطون فيها الخصلة عشان تتبطل معاكم وتصير نفس استشوار الصالونات. هذا السايد سويت الويفي العادي وهذا السايد سويت البيتش ويفز، قولوا لي اي سايد انتم عجبكم اكثر وراح تطبقونه. طبعا بالجهتين انا عقب ما اخلص ارش اي مثبت على الشعر بهالطريقة من بعيد عشان الشعر يثبت عندي. عقب ما خلصنا طبعا كل الشعر نرش المثبت وراح امشط الشعر بس عشان يندمج ويصير سموث اكثر.
وطبعا في سبراي ممكن انكم تحطونه او سيرم قبل لا تعرضون شعركم للحراره، سواء استشوار او ستريت او حتى الويفي، ممكن انه هو يحافظ على الشعره وتصير بروتكتيف اكثر من الحراره. وهذه كانت فقرتنا لليوم، ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده الاسبوع الجاي من برنامج لموده فقره جديده. كملوا الحلقه مع زميلتي شموخ بالاستوديو، مع السلامه. وردينا لكم بعد الفاصل عشان نتكلم عن أزياء السفر. شنو الخامات اللي تنصحين فيها في السفر بالصيف تكون البنت سهل تحصلها؟ وهم بما أن أنت وايد تحبين تسافرين بالشتاء، شنو القطعة المهمة اللي لازم تكون موجودة؟ القطعة المهمة القطعة اللي تكون تحت الجاكيت، هذه مهمة بالنسبة لي، لأن بالدول الباردة أنت لما تدشين مثلاً مكان هم يحبون التدفئة وايد، صح؟ فلا بد ان انت اوكي انت برا قطعتك اللي فوق او خلينا نقول الجاكيت يكون ثقيل مرتاحه فيه، دشيتي داخل لي قطعتي انت اوريدي ستيل انيقه ومرتبه، يعني اعمل حسابي تحت الجاكيت. ايوه اي، لان في ناس تلبس ثقيل، خلاص تلبس ثقيل من فوق لتحت، لي دشت مكان ما تقدر تركز فيه، سواء سوق مطعم تبي تستمتع ما تقدر، لان هي متوهقه، هي خلاص حرانه من التدفئه الشغاله. فيعني لابد ان تهتمين بالقطعه اللي تحت، انا بالنسبه لي مهمه. انزين عندي سؤال، انا هذا وايد وهقني، يعني اهم قطع الهدوم الشتويه، الهدوم الشتويه وايد كبيره. اي فشنو القطع اللي لازم اخذها حق السفر، لان هدوم وايد كبيره فاكيد ما راح اخذ وايد جنوت معي. مثلا تقدرين تلعبين بالجاكيتات اللي انت تاخذينهم. اوكي فلنفرض انت سفرتك خلينا نقول 10 ايام. اوكي اقدر ما اخذ كل الجاكيتات اللي عندي، ما راح تكفي الجنطه، ما اقدر اخذ 10 جاكيتات. اخذ والله مثلا جاكيتين، الجاكيتين هذول اي لون انا احطه تحتهم راح يطلع واو، راح يطلع حلو، لان بالنهايه يعني انت سفرتك لابد انه يكون فيها سوق، راح تتسوقين، راح تشترين شغلات، ف مثل ما يقولون احط لي شغلات زياده، بس مثلا مو القطع الثقيله. أيه. الشغلات مثل ما قلت لك مساع القطع اللي تحت الجاكيت هي اللي تحدد، يعني اتفادى الجاكيتات الكبار. ما تقدرين تتفادين بكل الدول على حسب. أيه. رحلتك في مثلا ناس رحلتهم كلها اوت دور، مثلا راحت لي مكان ثلج، فانا لازم اعرف بالضبط انا شنو بودي، لازم انا عندي الجدول قدامي اعرف انا اليوم هذا شنو بلبس، اليوم هذا شنو بلبس. أوكي. عشان اتفادى ان انا مودي وايد هدوم، رديت الجنطه فل وفي ملابس ستيل انا ما لبستها، مو عارفه اركب قبل الطلعه، انا قاعد افكر انا شنو ابي البس. لا انا يعني قبل السفره اسوي كل مكان وكل اوتفيت، ما اخذ هدوم. أيوة. بس احدد. أيوة. الاوتفيت واحط لي مثلا قطعتين زايدين سبحان الله حتى. يعني لظرف ما. أكثر قطعة تعتمدين عليها بالسفر أن تخليك إليجنت لوك؟ على حسب المكان، يعني أنا بالنسبة لي أحب الكبابيس، مع حجابي أحب ألبس الكبابيس. حلوين كبابيس وايد أحبهم. فلابد أن يعني حتى الكابوس اللي أنا باخذه ماشي مع الملابس اللي أنا باخذها. أوكي. أنا مثلا عندي أكثر من نوع ملابس، مو أي كابوس راح يلوك عليه، صح؟ فأحرص أنه مثلا موجود، موجود بالصور، موجود مثلا بلبسي، وتلقاني خلاص يعني ماشيه فيه، يعني على حسب المكان وعلى حسب اللوك. مثلا حتى بالوجهات الشتويه اللي يكون فيها مثلا وايد هواء ما راح اقدر البس مثلا انا الكبوس، راح يطير الهودي. الهودي موجود يعني. لابد انه لازم في شيء. اي لابد انه يكون في شيء، يعني هي على حسب، قلت لك على حسب الوجهه. انا ما اقدر احدد قطعه واحده هي راح تعطيني الاليجنت لوك، لان بالنهايه انا اللي العب باللوك نفسه، انا شلون اي ريبريزنت ماي سيلف، اخليه اليجنت ولا ايوه، او اخليه مثلا سبورت، اخليه والله مناسب حق مثلا طلعت عشاء، يعني انا شلون اغير باللوك بحيث انه هو يخدمني طول يعني السفره. مو قطعه معينه، اللوك نفسه. اللوك نفسه. أو على حسب المكان اللي انا رايحه له. انزين سؤال فضولي شوي، اكثر البنات يحبون يسافرون بالصيف لان تدرين جونا حار وكذي، ليش تهم يفضلون يقعدون؟ انت ليش تسافرين بالشتاء؟ لان احب استمتع بهذا الجو عموما، فعلى حسب الديره اللي انا بروح لها، الشتاء او الوقت المناسب حق درجه الحراره اللي انا ابيها متى،
قلت لك مساع إنه مثلاً بالصيف عندنا في دول الجو وايد يكون حلو عندهم. طبعاً لما أقول لك الجو وايد حلو عندهم بالنسبة لي يكون تحت 20. أوكي يعني شو؟ يعني برد. برد بس إنه برد ممتع أقدر أستمتع فيه، يعني أقدر أطلع أروح أرجع. في مطر بس بنفس الوقت مو عواصف. يعني إذا بندورك نروح مكان بارد نلاقيك. إيه. أنا عكسك. كونك أنت متحجبة. شلون إن تحافظين على أناقتك بالسفر بدون ما تأخذين الكبت كله؟ لأن أدري إن الهدوم مرات تصير صعبة إن تركبين وكذي. أول شيء أشوف الوجهة اللي أنا رايحت لها. أوكي. الجو شنو؟ بعدها أحط لي جدول بالأيام بالتفصيل أنا. أوكي. وين بروح وشنو بسوي مثلاً؟ هل أنا بهذا اليوم راح أحتاج بدلتين ثلاث بدل على حسب. أسوي سيرش على المكان اللي أنا بروح له. على حسب المكان أطلع اللبس. يعني مثلاً لما يكون مكان محايد ألوانه محايدة أو كل لون واحد لابد أن أنا اللبس اللي لابسته يكون مثلاً اللون جريء، لون فاقع، مشير، التشيرة واضحة. لازم أبين بالمكان اللي أنا فيه، ما يصير أنا مثلاً بمكان كله بيج أنا لابسة بيج. صح. يعني هذه طبعاً شيء خاص فيني. يعني في ناس مثلاً ما تحب الدرجات اللي خلينا نقول الهادية أو الفاتحة. زائد قلت لك إن أنا أخذ قطع مثلاً أو غالباً أنا أعتمد على التنورة تعطيني المساحة إن أنا ألعب باللوك، تعطيني المساحة إن أنا أنوع. فيعني أقدر أطلع مثلاً من تنورة واحدة ثلاث أربع لوكات، قميص واحد أخلطه مع أكثر من شغلة. الكبات. أيوة، حطيت لي سكارف، حطيت لي قلب، حطيت لي جاكيت. فتقدر البنت من القطع اللي هي تكون مخذتها تنوع وتطلع بأكثر من لوك، مثل ما قلون بدون لا تشيل الكبت كلها. يعني هذه هي النصيحة، إن لازم الأوتفيت محددة قبل تسافرين. إيه. هنشوف الجمهور إذا عندهم سؤال حقك. بغيت أستفسر عن موضوع الميزانية بالسفر، يعني ساعات نكون مو مثبتين العملة وفركها، أو مثلاً رايحين شوبينج مو محاطين خطة معينة، فشنو نصيحتك ميزانية كل سفرة؟ لابد أنت تشوفين ميزانيتك قبل السفرة شنو؟ هل أنا مسافرة السفرة هذه أبي أتسوق، أبي أستمتع بالتسوق بدون لا أفكر؟ أو أنا لا والله ميزانيتي محدودة ما أبي أتخطى وأدري مثلاً أنا شنو احتياجاتي، أنا والله شنو الشغلات اللي محتاجتها، شنو الشغلات اللي أنا أدري إن أنا بأخذها ورح تتم معي من خلال التسوق. في ناس يحبون يشترون الشغلة الليمتد، أنا الحين هذه شغلة نزلت ليمتد هذه لابد إن هي تكون عندي. في ناس لا، تقولك والله أنا أخذ الكلاسيك بحيث إن يظل عندي 10 سنين 15 سنة نفس ما هو، يعني ما راح، أو مثل ما يقولون ما راحت مدة. فالميزانية تحددينها على حسب يعني أنت شنو حابة بس من السفرة هذه. ممكن أنا أكون والله مسافرة أبي أغير جو، أنا مسافرة ويكند، فبالنسبة لي أقدر أتحكم بالميزانية من خلال مصروفي أنا على شنو أبي أصرف. من وجهة نظرك السفر حق الشوبينج أصعب من السفر إنه رايحة تستانس؟ أكيد، لأن الشوبينج أنت عارفة ذوقك، عارفة الشغلات اللي أنت تبين تتسوقي لها، بس أنت ما تدري هل هي موجودة بالمكان اللي أنت رايحت له ولا لا. زائد لازم تخلين قدامك عنصر المفاجأة. لأن مرات تكونين أصلاً أنت مو مسافرة حق تسوق، تحصلين كل الشغلات اللي أنت كنت تدورينها من زمان. فيعني أحاول كثر ما أقدر أن الميزانية اللي عندي ما أتعداها. أوكي، الحين بسألك أسئلة سريعة جاوبين سريعة. أتفضلي. أحلى وجهة سفر؟ منظر طبيعي، مكان فيه منظر طبيعي. أو تبون لا بس يعني منظر طبيعي. أوكي، أنسب وقت للسفر؟ شهر 10. شهر 10 بالنسبة لي شهر 10 فوق. لو عطيناك تذكرتين سفر وين تسافرين ومع منو؟ نيويورك. نعم، صديقتي. أوكي، عاد مين اسمها؟ حصة. كل الشكر لك أفراح أنك جيتي وخذيت منك معلومات عن السفر واستمتعت بالحديث معك. شكرا على الاستضافة، مشكورين وما قصرتوا. وبجدي مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج لمودة. نشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي بحلقة جديدة. مع السلامة.